أهلا بحضراتكم مرة أخرى. كشفت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية إنه من المتوقع تراجع أسعار الفراخ 25% منتصف مارس مع إنتاج 4.5 مليون طائر. وبالطبع المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا هاتفيا أستاذ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية. برحب بحضرتك معنا أستاذ سامح على تلفزيون اليوم السابع. أهلا وسهلا بسيادتك والسادة المستمعين. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه حضرتك يعني سبق ان ذكرت ان اسعار الدواجن ستتراجع في منتصف مارس، يعني لو حضرتك تقول لنا تفاصيل اكتر عن هذا الامر. هو بالطبع ان شاء الله يعني في انخفاض متوقع بسبب وجود الاعلاف والاصدارات الجمركيه اللي تمت الفتره الماضيه. احنا تم الافراج عن جميع مدخلات الانتاج من اعلاف الى ذره الى صويا لكل شيء خاص بصناعه الدواجن. فكان الموضوع يمكن اتاخر شويه، ولان في بعض المنتجين كانوا بيتانوا في عدم التسخين للكتاكيت بتاعتهم، لانهم ما كانوش ضامنين هيجيبوا الكتكوت وهيجيبوا العلف منين. انما بعد ما اتطمنوا ان العلف دخل بالفعل ابتدى الاقبال على الكتاكيت. الدليل ان الاقبال ده زود سعر الكتكوت حاليا الى 22 جنيه وكان بحوالي 3 جنيه. فالمشكله الوحيده اللي هتقابلني هي بس عنصر الوقت. الوقت عندي ان الدار الانتاجيه بتاخد حوالي 35 يوم الى 45 يوم. فدي المده الزمنيه اللي هيتم فيها الانتاج بعد ما تم الاصرار على الاعلان. فبالتالي هيحصل عندي زياده في المعروض وهوصل للنورمال الطبيعي بتاعي اللي هو الانتاج الطبيعي اللي 4,500,000 طائر يوميا. احنا دلوقتي بننتج حوالي 2,500,000. فان شاء الله بمنتصف مارس المعروض هيزيد، واي سلعه المعروض فيها بيزيد بالتالي الطبيعي ان الدواجن بيتم انخفاضها في الاسواق. ولكن انا احب اطمن الساده المواطنين ان احنا صناعه الدواجن عندنا صناعه قويه جدا. صناعه حجم استثمارها حوالي 1,500,000,000. ما عندناش اي مشكله في الانتاج او في مشكله في نقص الدواجن، بدليل ان المواطن او المستهلك لما بينزل اي مكان بيلاقي الدواجن، انما هو بيشتكي من اسعارها، ارتفاع الاسعار. صحيح. وفي جزء مهم جدا جدا لازم اوضحه للساده المستمعين، ان جميع الاجهزه واجهزه الدوله تعمل لصالح المواطن المصري. صناعه الدواجن صناعه 100% قطاع خاص، ولكن يوجد في حلقات التداول اللي موجوده حاليا هي اللي بتسبب لي ارتفاع للاسعار ومش معقول. يعني ارتفاع اسعار لا مبالغ فيه جدا جدا. محلات بيع الطيور الحيه بتبالغ في البيع للمواطن والمستهلك. وهضرب مثل بسيط، النهارده سعر الدواجن في المزرعه 72 جنيه، بيوصل لصاحب محل الطيور 74 جنيه، هو بيبيع كيلو 85 جنيه للمستهلك، يعني بيحقق 10 جنيه أو 12 جنيه ربحية لوحده. فده طبعا يسبب لي أزمة. المستهلك المصري أو المواطن المصري ما عندوش المعلومات الكافية. الدولة ودور الدولة تعمل على الاساس من المزرعه الى وصول المنتج الى المجازر. لذلك انا طالب ان الدواجن لابد من تقليل حلقات التداول ورفع مجازر الدواجن بالمزارع مباشره، وتشغيل الضبطه الخاصه للدواجن مقرها محافظه الاليوبيه، او انشاء بورصة وضم الدواجن الحية للبورصة التنمية المصرية. دي حلول سريعة جدا تهدف تطبيقها،
سهل تنفيذها، هيعمل لي تقليل من حلقات التداول، بالتالي هينعكس هذا على المستهلك المصري. بالحديث عن الحلول يا أستاذ سامح، بالحديث عن هذه الحلول، يعني البعض كان يتصور أنه مقاطعة شراء الدواجن ممكن أن يتسبب في أن تقل الأسعار، يعني حضرتك شايف إيه وجهة النظر دي تحديدا، ترد عليها إزاي؟ أنا عندي عدة أدوات ممكن استعملها. أنا عندي قانون خاص ببيع الدواجن الحية. أنا قلت للسيادتك إن السبب الرئيسي ويمكن غلاء الأسعار الخاص ببيع محلات الصيد الحية، المحلات العشوائية، وللمعلومة إن هذه المحلات تعمل بدون تقييم، ده رقم واحد. بالتالي بيبيعوا بعشوائية. انما انا كان عندي قانون اسمه قانون 70 لسنه 2009، وده كان يمنع ذبح الدواجن الحيه في المحلات. احنا الدوله الوحيده اللي في العالم اللي بتبيع الدواجن بهذه الطريقه. واعتقد ان احنا لازم نواكب جميع العالم في هذه الصناعه، وتحويل نشاط صاحب محل الطيور الحيه الى البيع المبرر والمجمد. وهذا ينعكس يعني على الشعب بأشياء تانية تكون أفضل، وهي إن الدواجن عندما يتم رفضها مزارع للمرضى مباشرة هيحصل عملية تنافس بين الشركات. أعتقد إن هذا التنافس هيكون لصالح المستهلك المصري. فإحنا دورنا أو كرئيس شعبة الدواجن إن إحنا نتناقش مع أستاذ المنتجين والمربيين، ومش عاوز أقول لك المنتجين الفترة اللي فاتت أو المربيين كانوا بيخسروا خسائر فادحة، ما كانش حد واقف جنبهم في الفترة دي، إنما بتكاتف الدولة معالي وزير الزراعة، نائب وزير الزراعة المهندس صبري الصياد مهتم جدا بالمربي الصغير، كلنا بنعمل من أجل المستهلك المصري. أنا ببشر الناس إن إن شاء الله الدواجن سعرها يتم انخفاضه تدريجيا بحلول منتصف مارس ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ سامح السيد رئيس شعبه الدواجن في الغرفه التجاريه، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وهذه المداخله. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، مستمرون في تغطيه اخباريه على مدار الساعه على شاشه التلفزيون اليوم السابع، اشكر لكم طيب المتابعه وفي امان الله.